على طول 31 كيلومتر ستوفر محطة معالجة المياه العادمة بمديونة قرابة 4000 متر مكعب يومياً من المياه الموجهة لسقي المساحات الخضراء، على أن تصل نهاية شهر شتنبر المقبل إلى ما يناهز 8000 متر مكعب، وسيلة اعتمدتها سلطات الدار البيضاء كبديل للمياه الصالحة للشرب في ظل ندرة المياه. سيتم نقل ما يناهز 4000 متر مكعب يوميا من أجل سقي المساحات الخضراء على طول 31 كيلومتر، وذلك من أجل سقي ما يناهز 250 هكتار من المساحات الخضراء، بينما المشروع في مرحلته الثانية سيتم نقل حوالي 7000 متر مكعب، وذلك بعد انتهاء الأشغال المتعلقة بالمشروع، حيث سيتم إضافة مجموعة من المساحات الخضراء الأخرى. دابا حنا في واحد النقطة اللي كنشوفوا فيها واحد ضخ المياه العادمة، دوك وصلت لينا بواحد لو ديبي اللي هو امبورطون، اللي صراحة غادي يتم سقي واحد المساحات خضراء بمساحات شاسعة. كميات المياه المعالجة ستساعد على سقي المساحات الخضراء المتواجدة على مستوى شارع محمد السادس وأحياء بن مسيك وعين الشق ومولاي رشيد وسيدي عثمان، لتشمل في مرحلة قادمة المساحات الخضراء المتواجدة على طول طريق السيار الحضري. احنا دابا كنعرفوا حالات ديال الجفاف، ولكن خصنا بدائل فيما يخص سقي المساحات الخضراء، وهذه مهمه بالنسبه لنا وبالنسبه للبيضاويين، هي خلق محطات ديال معالجه المياه العادمه. رجات جاف الخطاب السامي ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي ضبط باننا لابد من خلقوا محطات لمعالجه المياه العادمه. هذا المار اللي كيمشي للبحر دابا راه استرجعناه وعالجناه، ودابا غنبداو نسقيو به المساحات وغادي نحبسوا كاع العدادات. محطة معالجة المياه العادمة مديونة والمنجزة في إطار شراكة بين كل من مديرية الجماعات المحلية ومجلس الجهة ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية ستعزز قريبا بمحطة معالجة ثانية على مستوى منطقة العنق بعد الانتهاء من أشغال المشروع.